وتحريف القرآن الكريم. أما معنى التحريف، هذا السؤال لا بأس به أن أفتح الجواب بصورة لازمة أنه أشير إليه، بأن التحريف بمعنى تارة نقل الشيء من موضع إلى موضع آخر. نعم. والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن باتفاق المسلمين، ويدل عليه الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا بمعنى التغيير من مكان إلى مكان، هذا معنى واحد لكلمة التحريف. نعم. أما التحريف بمعنى الثاني، بمعنى النقص أو الزيادة بكلمة أو بكلمتين، أو التحريف بمعنى النقص أو الزيادة في الحركات، علما بأننا نشير إلى التحفظ على نفس القرآن. نعم. أنا أشير في بداية المطلب وفي نهاية المطلب إلى هذه الكلمة المهمة مع التحفظ على نفس القرآن المنزل. نعم. على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ونرى بأن التحريف بهذا المعنى كما عن صاحب كتاب البيان قد تحقق في صدر الإسلام، وقد تحقق في عصر النبي، وقد تحقق في عصر الخلفاء. ومما يدل على إثبات التحريف بهذا المعنى بأن الخليفة عثمان قد أحرق جملة من المصاحف، وهذا ثابت عند المسلمين وبإجماع المسلمين. إذن التحريف بمعنى الزيادة، بمعنى النقيصة بكلمة أو بكلمتين، أركز مع التحفظ على نفس القرآن في القرآن واقع. طبعا كانت عندي بدائيات، انا ما كنت اخوض في مسألة، اصلا ما كنت اعلم ان هناك من علماء الشيعة يقول بان القرآن محرف. هذا ما كان في الحسبة، حتى كنت اسمع من السنة، ولكن كنت اعتقد ككل شيعي عامي يعتقد ان هذا افتراء على الشيعة من السنة. أقول هذا غير صحيح، لأن إحنا أنا شيعي وعايش بيت شيعي، القرآن الذي نقرأ منه تبعت المملكة العربية السعودية، كيف يكون محرف هذا اللي نقرأه؟ أنا أقرأ، كنت شيعي أقرأ هذا القرآن، فطلبوا مني شنو يكون النقاش، على ماذا يكون النقاش؟ قلت لهم يكون النقاش عن الجمع بين الصلاتين. فقال الشيخ محمد مال الله رحمة الله عليه، قال لا، هذه مسألة فرعية، فلنناقش في المسألة في أصول العقيدة، في مسألة أصولية في الأصول. أنا استغربت، يعني لماذا قال هذا الكلام؟ قال فلنناقش في مسألة تحريف القرآن. هنا أنا صراحة لم أتفاعل لهذا الاقتراح، لأن قلت هذه مسألة لن نصل بها، أو يعني لن نستفيد منها. ليش؟ لأن الشيعة لا يقولون بتحريف القرآن، هذا في نفسي لم أصرح به، هذا الكلام في نفسي، قلت الشيعة لا يقولون بتحريف القرآن، وهذه المسألة ستضيع وقتنا بالغير فائدة. سمعتم ما تفضلتم به من حرق عثمان لهذه مسألة توحيد المصاحف كانت. نعم. نعم. وتوحيد المصاحف ليست مسألة أنه تدوين القرآن، ولكن توحيد القراءات على قراءة واحدة بهذا الاعتبار. أي خالف. نعم. باعتبار أنه حصل فيه زيادة وحصل فيه نقيصة. نعم. هذا معنى التحريف، والتحريف بهذا المعنى أركز واقع في الإسلام. نعم. وبصدر الإسلام. نعم. المعنى الثالث في التحريف، التحريف بمعنى الزيادة والنقيصة في الآية وفي السورة،
مع التحفظ على أصل القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونرى بأن التحريف بهذا المعنى أيضا واقع بين المسلمين. والآخر التحريف بمعنى الزيادة بس لا الزيادة والنقيصة، التحريف بمعنى الزيادة بأي معنى؟ بمعنى أن بعض المصحف الذي الآن بأيدينا ليس من الكلام المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى، والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمين والشيعة الإمامية الجعفرية تعتقد بأن القرآن الموجود الآن بأيدينا، سوف نتعرض إلى ذلك إن شاء الله، هذا القرآن نفس القرآن الذي نزل على نبينا الله. رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. والمعنى الثالث والمعنى الرابع للتحريف أو الخامس للتحريف، التحريف بمعنى النقيصة. السابق قلنا التحريف بمعنى الزيادة. نعم. الآن نقول لا، التحريف بمعنى النقيصة. بأي معنى؟ بمعنى أن المصحف الذي الآن بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء، بمعنى أنه قد ضاع جزء من هذا القرآن. والتحريف بهذا المعنى الأخير قد وقع الخلاف فيه بين الشيعة والسنة. نعم. هذا إجمال ما يشير إليه صاحب البيان حول معاني التحريف.